اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم معايا النجم الاستاذ شريف عبد القادر الصحفي الكبير، ولسه الحوار شغال. نروح اتحاد الكوره بقى، اتفضل ولا ايه؟ لا لا اتفضل. يعني اتحاد الكوره قال انا برحب بحضور اللجان الرقابيه. طب استاذن حضرتك قبل ما نروح اتحاد الكوره ناخد السيد العميد محمد مرجان. كابتن محمد اهلا بيك. كابتن مين بالظبط؟ صح، ربنا يخليك حبيبي. عامل ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. الحمد لله، احنا دايما قلقينك معانا كده، بس معلش بقى استحملني. لا ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. يعني انا بحيي حضرتك على المجهود اللي حضرتك بذله في كل الفروع، بصراحه حاجه جميله وحاجه مشرفه، ودايما عند حسن ظن الجميع يا كابتن محمد. ربنا يخليك، وده شغلنا وده واجبنا وده ربنا عليك نديها ان شاء الله. اكيد. يعني استاذن حضرتك تقول لنا تفاصيل زياره الكابتن محمود الخطيب، وكنت حضرتك برفقه الكابتن محمود الخطيب النهارده ومجلسه الموقر للسيد وزير الشباب والرياضه. طبعا الزياره النهارده دي كانت زياره للتهنئه، تقديم التهنئه رسميا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب للسيد الوزير الدكتور اشرف صبحي. بنهنيه طبعا على منصبه الجديد، وخصوصا ان السيد الوزير سبقنا كلنا وتواصل ونزل الان بجولات ميدانيه سواء مجلس الشباب، وكان اختص اول زياره في الانديه كان في النادي الاهلي وليها بعد كده نادي الزمالك. فطبعا دي احنا كنا بنرحب بيه، وفي نفس الوقت احنا بنبارك له رسميا، وكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في اعلن دعمه الكامل لوزاره الرياضه واستكمال المسيره، وخصوصا ان الوزير اشرف صبحي استلم بعد وزير برضه كان من الوزراء الناشطين اللي تولوا وزاره الشباب والرياضه الدكتور مهند خالد عبد العزيز، وادى فتره طويله كويسه ونجح في اللي هو عمل قانون الرياضه. وطبعا احنا الدكتور اشرف صبحي هيكمل على هذا الكلام ان شاء الله. احنا كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم ليه، هو ده كان المحور الاساسي للزياره النهارده. اكيد يا كابتن محمد. يعني اهم الملفات اللي طرحها كابتن محمود الخطيب مع سياده الوزير كانت ايه؟ طبعا هو كان اهم الملفات عوده الجماهير، وخصوصا الدكتور اشرف صبحي يعني متحمس جدا للموضوع دوت. وفي برضه الكابتن الخطيب عرض عليه، احنا في منظومه انتوا عارفين كويس اللي بعد ماتش مننا النادي الاهلي شكل لجنه برئاسه المهندس خالد المرتجي اللي هي تناقش وتشوف احدث السبل اللي ممكن نتبعها والطرق اللي هي السليمه اللي احنا نؤدي بيها لرجعه لعوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه، ومع ضمان التامين الكامل ليهم، ومع ضمان عدم الخروج عن النص وعدم قصد السياسه بالرياضه. ويمكن اللجنه دي نجحت ووصلت للشكل العام النهائي اللي هتعرضه على مجلس الاداره يوم الاربعاء القادم. طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه ليه تعاون وليه عمل سابق قبل كده، ودي كانت ميزته اللي هو قبل ما يوصل لهذا المنصب تدرج فيه واشتغل في مجالات كتير، على اهمها كان رئيس هيئه الاستاد القاهره. فطبعا كان قريب جدا من ملف الجماهير دوت، وهو برضه كان من الناس اللي دايما عنده امل وعنده تفاؤل لوضع الحلول المدة لعوده الجماهير. تمام. طبعا النهارده كان النقاش واضح، وهو الوزير طبعا يعني مشكورا بعد قرار مجلس الاداره ان شاء الله وعرض المهندس خالد المرتجي على العمل اللي قامت بيه لجنته على مجلس الاداره واعتماده بشكل رسمي، هيبدا يعرضه مع الاستاذ الوزير، وهو رحب جدا ان هو هيشوف تجربه النادي الاهلي وهنبدا نتحرك في هذا الملف بشكل كويس، وهيبدا يشوف بعد كده النجاح تجربه النادي الاهلي هتبدا تعمم على الانديه، وهيشوف الانديه الاخرى برضه شغاله ازاي. هي الانديه الجماهيريه الشعبيه اللي يهمها عوده جماهيرها، ايه الاساليب المطروحه، وهنشوف الاليه المضبوطه بحيث ان احنا نرجع. مش عايزين ناخد الخطوه، ودي كلمه بصراحه ربنا الراجل قالها وكلنا متفقين معاه، مش عايزين ناخد خطوه نفضل نرجع فيها كل شويه. اكيد. احنا عايزين ناخد خطوه اللي هننطبق بيها بشكل جيد يكون فيها عوده الجماهير على المستوى الرياضيات كلها، بقى مش الكوره بس. خلي بالك النهارده بقى في جمهور الكوره طبعا نمره واحد، بقى في جمهور الصالات والملاعب بقى مهتمين جدا بموضوع الصالات. فاحنا عايزين بقى ناخد الخطوه اللي هتخلي الجماهير تتحرك بشكل عام على مستوى وما نرجعش للصفر بقى. فربنا يسهل، وطبعا هيبقى مطلوب ده تعاون الجماهير، وازاي هيعمل هو حمده توعيه وحمده اعلانيه كبيره جدا جدا لشبابنا واولادنا وجماهيرنا، بحيث ان احنا بقى ما نرجعش تاني، لا عايزين نبدا ونكمل باذن الله الخطوه بتاعتنا على طول. وطبعا ده برضه ان شاء الله بالنسبه للدوري وبالنسبه للماتشات المحليه. اما بالنسبه لافريقيا فاحنا تطرقنا ان احنا طبعا انت عارف افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا والهدف الاساسي لينا، فتطرقنا ان احنا عايزين ماتش بتوانا يوم 17 يتلعب في القاهره، والدكتور اشرف صبحي رحب وهيحاول بشتى الطرق برضه مع الاجهزه المعنيه ان احنا نحاول نلعب في القاهره ان شاء الله. يعني في وعد يا ست العميد ان المباراه تكون في القاهره باذن الله؟ بص مفيش حد يعني مفيش حد، انت النهارده الناس كلها وكل مؤسسات الدوله عايزه الجماهير ترجع تاني، وعايزه الجماهير. انا عارف ان حضرتك بتحارب على الملف ده تحديدا.
ما فيش حد بيقول لنا لا، صراحه كله بيتحرك، بس اهم حاجه احنا الضمانات والهيئه بتحافظ على سلامه الجمهور وفي نفس الوقت مع عدم خروج عن النص. احنا شايفين النهارده المجتمع المصري بيتحرك بشكل كويس على جميع الملفات، فلازم النهارده يبقى الناس كلها كل واحد في مكانه بيتحمل مسؤوليه، وكل واحد في مكانه بيأدي دوره المطلوب لجهه بلده وصالح بلده، فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. يا رب. بسأل برضو حضرتك عن اجتماع الكابتن الخطيب مع اللجنه العليا للجان. طبعا احنا رجعنا من اجتماع السيد الوزير، في مجموعه اجتماعات كده احنا مجهزينها بقالنا فتره. انت عارف يا كابتن ميدو احنا خلصنا الفتره اللي فاتت، احنا مجلس السلام من بدايه من 31 من 1/12 يعني الحاضر بتتكلم في مده 6 شهور، فابتدينا النهارده بقى في كشف حساب رئيس النادي عنده دلوقتي بيحط ايده بيتولى كل الملفات بشكل كويس جدا، وخصوصا بعد ما انت ابتديت ترتب البيت بتاعك الداخلي. يمكن الناس في كتير مش حاسين بالاعمال اللي بتحصل، احنا واحنا بنتابع برنامج الانتخابي بتاع عائله النادي الاهلي اكتشفنا ان احنا ابتدينا في مراحل 60% من المراحل اللي احنا قلناها ابتدينا فيها، لو احنا نرجعها بدايه من مرحله الانشاءات احنا ابتدينا فعلا على مستوى مدينه نصر في مناطق جلوس الاعضاء اللي احنا وعدنا بيها وشغالين بيها. يمكن الفتره بس اللي فاتت كان عشان خاطر رمضان واجازات العيد الناس ما كانتش حاسه، لكن دلوقتي في الوقت الحالي في شغل على مدار ال 24 ساعه شغال. منطقة ترفيهية حماس السباحة في مدينة نصر بنشتغل فيها، الصالة المغطاة بتاعت كرات التكييف حابين نشتغل فيها، الكلام ده كله في جدول زمني الكابتن حاطه للمستشار الهندسي، وفي نفس الوقت لجهاز المشروعات القوات المسلحة اللي احنا بنتعامل معاه، بحيث ان احنا هنبدا في خلال شهر 8 باذن الله وشهر 9 وشهر 10 نبدا نشوف حاجات واضحة ونبدا نستلم بالفعل اعمال تمت ومشروعات اساسية وعلى راسها الاسوار وبوابات النادي الاهلي. طبعا احنا الكلام ده كله خلي بالك برنامج عائله الاهلي ده محطوط على كان يطبق في الاربع سنين. يمكن انا مبسوط وسعيد وبنتابع السوشيال ميديا دايما على المستوى العام، وهي دي بقت وسيله سريعه جدا جدا، وده كان الهدف بتاع الكابتن الخطيب اللي كان اول حاجه العنوان بتاعه الاداره المحترفه، فهو كابتن اعتمد سواء في اداره مجلس ادارته العناصر المساعده ليه في اعضاء مجلس الاداره من العناصر الشبابيه، اعتمد في الاداره التنفيذيه العناصر الشبابيه، وفي نفس الوقت استعان بالخبرات عشان يدمج الخبره مع عنصر الشباب في الاعمار السنيه من 35 ل 45، في نفس الوقت اعتمدنا على عناصر الخبره متمثله في سيد حسن مسعود فرع مدينه نصر وسيد سلوى الفيشاوي فرع الشيخ زايد مع ادارات تنفيذيه سنها صغير على مستوى الاجهزه الفنيه للنشاط الرياضي نفس الكلام. النهارده تعالى اتفرج برضه على الملف بتاع قطاع كره القدم هتلاقي نفس الكلام، بدافع مدربين وشباب جداد في كلهم اسماء كبيره عمالقه في قطاع الناشئين كره القدم، ولكن اعمار سنها صغيره. استاذ الكابتن فتحي مبروك، اكاديميه الكوره كابتن خالد ديبو، الجهاز الفني ربنا الحمد لله اكرمنا المدير الفني وكابتن محمد يوسف ربنا يوفقهم. فطبعا انت كان كل ده الفتره اللي فاتت ترتيبات من الداخل بعد ما خلصت النشاط الرياضي جهاز الكوره، ابتدينا النهارده بنشوف بقى ايه اللي هيمثل اعضاء العضو والجمعيه العموميه وازاي احنا بننفذ البرنامج. لو انت شفت احنا كنا حاطين من ضمن البرنامج الكشف الطبي الدوري على اعضاء النادي الاهلي، اكيد تمام خطوات جديه فيها مع الدكتور محمد شوقي في اللجنه الطبيه، تطوير العيادات وده بيتم فعلا دلوقتي في الوقت الحالي هنبدا نستلمه برضه خلال الشهر القادم سواء كبيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، توفير وحدات علاج طبيعي ده تم في نادي اهلي الجزيره، وبرضه في الشيخ زايد اخذت تمام وقيم من الدكتور محمد شوقي اليوم النهارده الاجهزه تمت بالكامل والوحده العلاج الطبيعي جاهزه، وهنعتمد الهيكله بكره يوم الاربعاء في مجلس اداره النادي الاهلي اللي قدمها بحيث كده تبقى وحده العلاج الطبيعي في الشيخ زايد جاهزه عشان خاطر هتبقى دعم لاعضاء الجمعيه العموميه. فانت بتتحرك في كل حته بشكل الحمد لله رب العالمين كويس، بس الفتره اللي جايه هنشوف اليه التواصل ازاي اعضاء النادي الاهلي فعلا بيبتدوا يشعروا بالتحركات اللي بتحصل. طبعا على مستوى التوازي انا بكلمك ده في اطار المشروعات الكبيره، على التوازي انت شغال صيانه يوميا، الاداره التنفيذيه شغاله صيانه يوميا، حددتين احنا بكره عندنا ان شاء الله تواجد في مدينه نصر، لان هو الكابتن الخطيب طبعا عايز زيارات كل 10 ايام ميدانيه على الاعمال الانشائيه اللي بتحصل، وفي نفس الوقت في تواجد على مستوى الثلاث فروع. يعني انت النهارده يا كابتن الخطيب راجع اعمل اجتماع مع اللجان المتخصصه اللجنه العليا ودورها، ودي برضو نفس القصه خلي بالك اللجان الخدميه دي اول مره النادي الاهلي تعمل لجنه عليا، هذه اللجنه العليا دورها الربط بين الاداره التنفيذيه والمكتب التنفيذي وبين اللجان المتخصصه، احنا عندنا 13 لجنه. طبعا هذه اللجنه العليا لما تم تشكيلها برئاسه الاستاذ محمد يوسف
والاعضاء اللي معاه اعضاء النادي الكرام طبعا. اللجنه اتشكلت، عملت انترفيوهات على مستوى الثلاث فروع، والحمد لله تقدم بيها اكثر من 480 عضو. يمكن في اعضاء في جميع عمال زعلانين اللي هو ما ضموش، لكن احنا بنقود الناس كلها. احنا ودنا كتصدي بدا تعليمات للنهارده للجان كلها يوسعوا الدايره بتاعتهم. احنا مش هنقتصر على العشرة فقط لا غير، العشرة دول القوام الاساسي، ولكن لازم يبقى في ناس مشاركين. وابتدى يجري فعلا استثناءات لجنه المرأه، ناس كتير قاعده تضم ليها لجنه الرحلات. اللجنه الدينامو الاساسي، وده اللي راي كابتن الخطيب وراي اعضاء مجلس الاداره واللي الناس ابتدت تحضر فيها، لجنه الشباب. وهو وصف كويس قوي النهارده لجنه الشباب ازاي انتوا الكوادر اللي هتحمل وهتكمل المسيره النادي الاهلي. وقال لهم علي سقف الطموح بتاعكم الاداره التنفيذيه، علي سقف الطموح بتاعكم ازاي تخش مجلس الاداره، وازاي يبقى في شباب النادي الاهلي جاهز اللي هو يتولى رئاسه مجلس الاداره النادي الاهلي. وده الرساله اللي وجهها كابتن خطيب لجنه الشباب. انت يمكن متابع معانا الفتره اللي فاتت، اكيد يا كابتن، اكيد نشاطها عامل ازاي، لجنه المراه نشاطها عامل ازاي، لجنه الرحلات نشاطها عامل ازاي. والنهارده حتى يمكن الاستاذ محمد سمير قدم تقرير احنا كلنا شفناه بشكل كويس جدا، ازاي انت النهارده عملت رحلات من ساعه ما استلمت في حجزت كام ليله على مستوى الرحلات بتاعتك دي بشكل احترافي جدا، هيعلن عليه بكره ان شاء الله بعد اجتماعنا معاهم. فانت النهارده في حركه، بس يعني في ناس الحمد لله رب العالمين متابعين، في ناس مش عارفين لسه نوصل لها، فاحنا بنحاول نوصل لكل اعضاء الجمعيه العموميه. متابعين الشكاوي كويس قوي قوي على السوشيال ميديا، بنشوف فعلا الشكاوي الفعليه بنتحرك عليها بشكل سريع جدا جدا. في تقييم للاداره التنفيذيه، في تقييم للجان. كابتن خطيب يعني شعاره المقصر مفيش ليه وجود مكان معانا، اللي بيحب النادي الاهلي وبيخدمه وهيستحمل الريتم السريع. خلي بالك بقى في ريتم سريع جدا جدا جدا، واضح واضح بصراحه. وفي مجهود هنتحرك فيه، يعني النهارده رئيس النادي اجتماع مع اللجان، نائب رئيس النادي اجتماع مع استاذ عامر فاروق، اجتماع مع لائحه النشاط الرياضي لاستكمالها اللائحه الماليه عشان تطور ازاي تطور المدرب بتاعك، وازاي برضه الظروف الاقتصاديه النهارده تساعد المدرب عشان تاخد منه افضل نتيجه. اكيد اكيد يا كابتن. المهندس خالد مرتجي قاعد في اتحاد الكوره بالظبط بالظبط عشان خاطر الدوري وعشان خاطر افريقيا. الاستاذ خالد الدرنتري قاعد مع الاداره المالكيه عشان خاطر يشوف ازاي انت النهارده في الصندوق هتوفر السيوله وتوفر الماده وتدير الراس المال للنادي الاهلي سواء ايراداته او مصروفاته لخدمه الجمعيه العموميه وخدمه اعضاء الجمعيه العموميه. الاعضاء المجلس الاداره الباقيين متوزعين على مستوى الفروع بيتابعوا المشاكل. فعشان بس عايز اوصل السوشيال ميديا النهارده الحمد لله احنا متابعينها كويس جدا جدا جدا، وبنشوف السلبيات اللي عندنا بنحاول نحلها بطريقه سريعه. والناس هتحس الفتره اللي جايه بعد ترتيب البيت من الداخل خلال الست شهور اللي فاتوا دول، هنبدا نتحرك بقى الست شهور اللي جايين ان شاء الله تقييم كامل وشامل عشان يبقى في كشف حساب بشكل محترم. وانا عايز اطمن الناس كلها احنا بنحاسب نفسينا، كابتن خطيب ومجلس ادارته اللي بيحب النادي الاهلي بيحاسب نفسه قبل ما بيحاسب الناس او قبل ما يقول احنا عملنا ايه. شوف احنا مقصرين في ايه دايما وبنحاول نتحرك عليه، وربنا يسهل دعواتكم معانا ان شاء الله. يعني يا كابتن محمد دايما بقول، ودي حقيقه ودي حقيقه، يعني الحمد لله انا ما بقولش غير الحاجه اللي انا ببقى شايفها بعناية والناس كلها حاساها. الناس كلها شغاله على قدم وساق، كل الجماهير الاهلاويه كلها ثقه في مجلس الكابتن محمود الخطيب والكابتن الخطيب نفسه وكل اللي شغالين في نادي الاهلي. واكيد حضراتكم دايما بتبقوا عند الثقه دي ومحل ثقه في كل الاوقات. كابتن محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي، شكرا جدا جدا على هذه المداخله وهذه التوضيحات وكل